استعادة الأرض المحتلة مقابل إزالة خيم حزب الله هي المعادلة التي أرساها لبنان ردا على التهديدات الإسرائيلية، تهديدات بعمل عسكري حال لم يقدم لبنان على إزالة خيمتين نصبهما حزب الله داخل مزارع شبعة. العمل العسكري المحتمل تسبقه مساعي دبلوماسية يقوم بها قائد قوات الطوارئ الدولية العاملة جنوبي لبنان الذي التقى رئيس الحكومة ورئيس البرلمان حاملا الرسالة الإسرائيلية، فأتاه الجواب اللبناني. قال الرئيس بري إن الخيمتين هما على أرض لبنانية وعلى المجتمع الدولي إلزام إسرائيل تطبيق القرار 1701 والانسحاب من الشطر الشمالي لقرية الغجر. انسحاب من الأراضي المحتلة يبدأ من الشطر الشمالي من بلدة الغجر، البلدة السورية التي يقع الجزء الشمالي منها في الأراضي اللبنانية، باتت اليوم العنصر الرئيس في أي تفاوض. البلدة قبل عام 2006 لم تكن محتلة وباتت اليوم مسيجة بعدما ضمها الجانب الإسرائيلي إلى الجزء الجنوبي المحتل في الجولان، ويعمل الاحتلال الإسرائيلي على بناء جدار في محيطها، وهو ما دفع لبنان إلى التحرك. ولكن بعد تحرير وترسيم الحدود تبين أن نص الغجر الشمالي أرض لبنانية، والحد الآن بعد ما تحررت يعني، ولكن بعد في شغلة بعد ترسيم الحدود البحرية بلشت إسرائيل تحط شريط شائك دائر من دار. ووسط ترقب أي تطور ميداني محتمل حال فشلت الاتصالات السياسية، انعدمت الحركة الإسرائيلية خلف السياج لتنشط طائرات الاستطلاع في سماء قرى الجنوب هنا بانتظار ما تحمله الساعة والأيام المقبلة. بين المسار الدبلوماسي والخيار العسكري يتأرجح الحل. واضح أن طرفي النزاع اللبناني والإسرائيلي يسعيان لتجنب الحرب، لكن مراقبين يرون أن عملا عسكريا محدودا يظل خيارا في حال امتداد قنوات المسار السلمي. جيس الحشخوري العربي من مشارف بلدة الغجر جنوب لبنان.